تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نستقبل اقتراحاتكم آرائكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا قبل نقولها لكم، بس أرحب بفريق العمل معايا في التنسيق حمد المعيوف، في الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل، وأيضا أخوكم الكبير محمود يوسف العلي، وأختكم الصغيرة ندى الملا. دكتورة ندى صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور محمود، احنا نتبادل، يوم هو الأخ الكبير يومنا، عادي ما في مشكلة. صبحكم الله بالنور والسرور في اليوم الجميل، ويوم الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع، وإن شاء الله يكون خميسكم جميل والجو جميل بعد محمود. الجو جميل. أرقام التواصل معنا الدكتورة لو نذكرهم فيها 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وإن شاء الله طالعين لايف على أكاونت نور دبي على إنستغرام، وأكاونت هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai على إنستغرام أيضا. طيب، ما دام نحن نتكلم على التواصل الاجتماعي، خلينا ناخذ أسماء الجناحي بتعطينا رسالتها اليومية بخصوص حسابات هيئة الصحة بدبي. تفضل يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخواني. صبحت الله بالخير يا أسماء، شو رسالتنا الصباحية لليوم؟ رسالتنا اليوم: اجعل من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدع عطلتك وأنت مرتاح البال. صحيح، ولا تشل معك هموم الدوام في الويكند، دائما خلي هموم الدوام في الدوام وابتدي الأحد فرش. زين، شو غالبا يوم يكون حتى في أشياء يعني إنسان فندق ولا الناس يعني تكون أشياء مو مخلصة، تحسين الويكند تكون ثقيل، ما يبون هي يوم الأحد بالضبط، فكل ما خلصوا أكثر كل ما كانوا إنه يبدون أسبوع الجاي وهم يعني نشيطين، حماس أكثر، نشاط أكثر. صحيح، شو عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يا أسماء؟ نحن كنا مركزين أمس عن العادات السلبية عند الرضع، خصوصاً في العادة نص الأصبع وغيرها، صحة وسعادة وغير هذا. كنا مركزين أيضاً على التأمين الصحي، إن في زيادة في عدد الشركات اللي انضمت لمنظومة التأمين الصحي، فنتمنى من الناس إن يدخلون على موقع سعاد ISAHD.AE لأن ما باقي إلا أقل عن شهر. على طار التأمين الصحي، اليوم ضيفنا بعد في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف. إن شاء الله بنتكلم ونذكر الناس إن بنهاية المهلة 31 مارس. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. شكرا. دكتورة في رسالة تقول: صباحك برشلوني ومتصدر، صباحك برشلوني يا الغالي ومتصدر ولا تكلمني. هو برشلوني، أنا مدريدية ما علي. والله من شجعت مدريد والنادي مب مترقع. هذا أبو كريم قال لي شجعني مدريد. عموما دكتورة، شت زرتي سويسرا؟ لا والله محمود، ما حصل إشراف للحين، ما حصلت لي فرصة للحين. أوكي ما حصلتي فرصة. طيب، يقول لك بيع الهواء الجبلي السويسري يتم ب $167 فقط، يعني ما في داعي تدفعين تذكرة وفندق وما أدري كذا. ليش؟ لأن استنشاق الهواء الجبلي السويسري النقي يعني هذا يعد أمر رائع للغاية، ولكن ممكن تدفع $167 فقط للحصول على هذه الميزة الخاصة، حيث أن في شركة بيع عبوات الهواء تعتقد أن الأمر يستحق أكثر من ذلك. ها
حقيقة هذا الموضوع بدأت مع مواطن سويسري يدعى جون جرين الذي قام بإنشاء الشركة التي تجمع وتشحن الهواء النقي من جبال الألب السويسرية إلى جميع أنحاء العالم لأولئك الذين يحتاجون الهواء النقي. ووعدت الشركة الزبائن بأنهم سيشعرون بالنظارة والحيوية مع الحصول على جرار الهواء النقي المختومة والمعبأ مباشرة من مكان سري في جبال الألب السويسرية. ونشر الموقع موقع الشركة الآتي: يعني يمكنك فتح العبوات الجليدية الباردة من الهواء السويسري النقي أو ربما الاحتفاظ بها كنوع من الذكرى أو للاحتفال في وقت لاحق. وتأتي عبوات الهواء مع شهادات موقعة ونظام تحديد المواقع الدقيقة الذي يشير إلى مكان جمع الهواء السويسري. ووعدت الشركة بأن 25% من سعر هذه العبوات سيذهب لصالح إحدى الجمعيات الخيرية السويسرية. وجاء في الفيديو الترويجي الموجود على الموقع: إذا كنت موجودا في بلدة ملوثة بدخان الديزل فنحن سنزودك بالهواء النقي الجبلي. وذكر الموقع أن تنفس الهواء النقي على جبال الألب يعتبر سحرا لا مثيل له، ويشعر الإنسان بأنه ولد من جديد. هذا ذكرني بحسينوف درب الزلق ما يبغي يشتري الأهرامات. دكتورة محمود، يعني عمالي شو هالكلام؟ يعني يعني كيف أتأكد أن هذا من جبال الألب؟ أدفع فيه 167 يعني جريب كم درهم؟ 600 درهم، 500 درهم، ولا شيء عندك انت ما شاء الله عندك فلوس. انا عندي لا الفكره. تعرف نفس قبل كم من سنه شو طلعت تجاره بيع النجوم، سمعت عنها؟ ان انا مثلا اشتري نجمه حق اختي حق نفسي اسميها باسمي ويعطونك شهاده عليها، وعقب قالوا هذا احتيال ونصب، لان انت كيف تعرف النجوم في السماء؟ ويقول لك النجمه في المدار ما ادري كم، وخط الطول وخط العرض. هذا نفس الشيء، يعني كيف هو يعطيني شهادة موقعة بس أنا يوم بطلها كيف أعرف إن هذا من سويسرا؟ كيف تعرف؟ صح، كيف تعرف؟ وإذا ما شعرت بالنظارة يرد لي بيزاتي؟ هي الفكرة، حقوق المستهلك. أنزين، أنا أبغى أتكلم عن يعني الهواء النقي. الواحد يوم يشم الهواء النقي هذا شو اللي يفيد الجسم؟ يعني طبعا محمود الهواء النقي يكون عالي في الأكسجين وقليل في ثاني أكسيد الكربون، بالتالي تستفيد بالأكسجين أكثر، جسمنا كله يشتغل بالأكسجين. إحنا مشكلتنا الحين يفرق يعني الجسم إذا كان في منطقة كذا، منطقة مثلا فيها ديزل أكثر أو سيائير أكثر وهواء نقي، طبعا يكون أقل عنده نسبة الحساسيات. اللي صاب بالحساسيات بشكل عام الربو، النزلات الشعبية، حساسية الأنف، حساسية الأذن، تكون وايد أقل عندهم. لأن إحنا نتحسس بشكل عام من ملوثات الهواء اللي موجودة، فمن شي تلاقي الناس عايشين في المزارع. هذه بعد دراسة بعد سووها، الناس اللي عايشين في المزارع مع تكرمون الحيوانات من صغرهم في الهواء النقي ما كان عندهم ارتفاع في نسبة الإصابة بالربو والحساسيات بشكل عام، بينما الناس اللي عايشين بالمدينة مع عوادم السيارات مع ثاني أكسيد الكربون والغازات المختلفة يكون عندنا طبعا نسبة إصابة بالتحسسات أكثر. والله الدراسة مو مقتنع فيها صراحة. يعني نحن الخبر كان شوية غريب دكتورة، فقلنا نحن نذكره لأن في حتى نتكلم شوية عن بعض المواضيع اللي تهتم ب أهمية حصول الجسم على القدر الكافي من الأكسجين. صحيح. عموما نحن أبو عبد الله يعني وجهة نظر، المسج أنا ما راح أقرأ بس هي وجهة نظر وبعن شيء، لكن كل الناس فيهم خير وبركة ترى. عموما وجزاك الله خير يعني انا على المسج اللي انت بعثته، بالعكس انا شاكر لك رايك، لكن شكرا لك. جميل ان يكون هناك شعور جميل في قلبك يجعل الحمد حمد لله تخرج لا اراديا على لسانك. استشعار النعم مجلبه للحمد، وبالشكر تدوم النعم وتزداد. هذا صحيح صاحبنا متابع الخميس الونيس بازوكا، شكرا لك. أيضا الكثير من الصباحيات والسلامات بلاها إيديك إصابة عمل، إصابة رياضية، إصابة رياضية. جزاكم الله خير، مشكورين. إذن نحن اليوم موضوعنا عن التأمين الصحي. التأمين الصحي ما له وما عليه، وفي تمديد وفي شركات دشوا على الخط، وايد مواضيع اليوم نطرحها. وعندنا تاريخ 31 مارس آخر يوم للتأمين الصحي، يعني باقي 29 يوم فقط إن شاء الله. 29 يوم معانا في الاستوديو بيكون إن شاء الله الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، بيخبرنا عن كل شيء. وأيضا مستقبل اتصالاتكم على 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي على إنستغرام DHA_Dubai. اليوم الخميس الونيس.
ليش راقده دكتوره؟ مو براقده؟ بعد؟ لا 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 صح اوكي صحة؟ صح صح ايوه الامور طيبه؟ شربت القهوه؟ عدو قاعد اشرب الحين عشان اصحى. انا تامين الصحي ترى. هي هي حلقه ساخنه ان شاء الله بتكون. يلا فاصل وراجعين ان شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا هل متحامل كل يوم 600551414 للاتصال، والرسالة النصية على 4006 موجودين على أكاونت هيئة الصحة في دبي في الإنستغرام DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي أيضا في الإنستغرام. ونذكركم حلقتنا اليوم عن التأمين الصحي. طيب نحن يعني ما نتكلم عن التأمين الصحي وفي العديد من المواضيع اللي تخص التأمين الصحي، لكن دكتور اسمحي لي أنا أقرأ هالمسج اللي ما له علاقة بالبرنامج أبدا لكن بقرأ. تعرفين ليش؟ ليش؟ لأن في مولود جديد يقول ألف ألف مبروك سيف علي عبد الله على المولود الجديد، حمدان يتربى في عزك عزيزي. ألف مبروك تربى في عزكم وعسى مواليد السعادة إن شاء الله. إن شاء الله. أنزين موضوعنا اليوم شو نقول دكتورة؟ اليوم موضوعنا عن إعلان هيئة الصحة بدبي أمس عن اعتماد 3 شركات إضافية لتقديم خدمات الباقة الأساسية لذوي الدخل المحدود، ليرتفع بذلك عدد الشركات المؤهلة لتقديم هذه الباقة إلى 12 شركة. وجاء اعتماد هيئة الصحة بدبي لهذه الشركات من بين 10 شركات تقدمت لهذه الفئة بناء على آلية التقييم المعتمدة والمواصفات المطلوبة من قبل الهيئة لهذه الفئة من الترخيص. حول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا اليوم الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي لتوضيح مستجدات شركات التأمين ومنظومة الضمان الصحي والإجابة عن أسئلة واستفسارات المستمعين. فحياك الله دكتور مرة أخرى في الاستوديو، صباحك خير. صباح النور، يا مرحبا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. نتكلم دكتور اولا عن نوعيه شركات التامين المعتمده من قبل الهيئه والخدمات وعن الاضافه اللي صارت في شركات التامين. طبعا مثل ما تعرفون في عندنا فئتين لترخيص شركات التامين في اماره دبي. صوت اوكي. في عندنا فئتين لترخيص شركات التأمين في إمارة دبي. الفئة الأولى اللي هي الفئة العامة للترخيص، وهذا الترخيص العام لجميع شركات التأمين، وعندنا فيه 50 شركة تأمين مرخصة لتقديم خدمات التأمين الصحي في إمارة دبي لجميع الأفراد عدا فئة ذوي الدخل المحدود أو اللي ما تسمى بالباقة الأساسية. وعندنا كانت سابقا 9 شركات تختص بالباقة الأساسية لفئة العمالة، يعني الأفراد اللي يقل دخلهم عن 4000 درهم. مع تطور عدد زيادة عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي والتطور التدريجي لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي، في السنة الترخيصية هاي اللي هي سنة 2017 تم إضافة 3 شركات إضافية من خلال برنامج التقييم. طبعا يمكن أهم خبر كذلك مع الخبر هذا أن تم إعلان الأرقام الجديدة لأسعار الباقة الأساسية في إمارة دبي، وعلى الرغم من النطاق هو نفسه، يعني تتراوح الأسعار من 550 إلى 650 درهم، إلا أن المتوسط انخفض بحيث أنه أصبح متوسط سعر الباقة الأساسية 584 درهم، بنقص 5% عن السنة اللي طافت. جميل دكتور، ناخذ مداخلة. طبعا تينا مداخلات. أبو عمر، أبو عمر بعد موصلنا قال أنا بطلع الحين لأن عندي اجتماع 10:30. تفضل أبو عمر. تفضل، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عمران. أبو عمران، مرحبا. مبارك، الله يحفظكم. هي 3 تساؤلات. أول سؤال في إيميل أو متداول بين الواتساب هذا، أن هذا شركات التأمين هي مافيا وممكن على مدى البعيد احنا نكون كأننا سلعة. وفعلا اللي لاحظناه، انا يمكن حتى مرة وديت زوجتي علاج، ادخل كل دور لازم ادفع بيزات، مرة على الفاتورة، مرة على الادوية، مش مرة، يعني اصبحنا فعلا نعامل كأننا سلعة. زين، هذا اول تساؤل. التساؤل الثاني، الى الان نحن سجلنا، لكن في بعض الشركات يوم نروح لهم نودي الخدامة وهذا يقولون نحن ما نعرف وما جددنا وما حدثنا. مفروض يكون في يعني خاصة جانب العلاج ما ينتظر أني أخذ رأي لهذا، لأن فعلا في شركات التأمينية هذا مش مستعدة خاصة اللي دخلوا. فهذا نحن نتمنى ما نوصل لمرحلة لو أن ملاحظة أن نتصل في الصحة. يعني أنا مو مستعد أتصل. الثالث، جانب الشرعي، ليش تفرضون علينا أن لازم هذا؟
يعني حتى شركات التأمين الإسلامية قليلة جدا. وشرعا أنا ما أريد، يعني أنت لا تلزمني أني أنا أدخل في هذه الأمور، خلوها اختياري لأن في شرع. فنتمنى أن الجهات المختصة ترد على هالجانب. طيب أنا ببتدي جزاك الله خير وسعادة. جزاك الله خير بعمران. دكتور ببتدي من آخر سؤال، آخر استفسار، الجانب الشرعي. نعم طبعا ضمن الاعداد لمنظومه الضمان الصحي في اماره دبي كان في تواصل مع جميع الجهات ذات الصله بمشروع القانون، وهالكلام قبل اعتماد القانون في العام 2013، ومن ضمنها كانت كذلك هيئه الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في اماره دبي، وكانت لنا لقاءات عديده مع سماحه الشيخ احمد الحداد وجميع الشيوخ الموجودين، بحيث ان جميع الامور تعرض عليهم وعرض عليهم المشروع، ومن ناحيتهم ما كان في اي اشكالات، لان هذا التامين طبعا تامين صحي. مع ذلك بالنسبة للإخوان اللي يحبون أو يفضلون الشركات الإسلامية، هناك ثلاث شركات تكافل ضمن الباقة الأساسية وحوالي ثمان شركات تكافل في إمارة دبي ككل مرخصة من قبل هيئة الصحة. فكذلك حل التكافل هو حل موجود. وجميع شركات التكافل عندها ما يسمى بالشريعة بورد أو بمجلس إدارة من أشخاص مختصين في مجال الشريعة كذلك، والإفتاء يعطونها فتاوي على كل الأمور المتعلقة بتطبيق التأمين الصحي. الاستفسار الأول دكتور كان الاستفسار الأول شفنا طبعا ما ذكر على موضوع الواتساب، وهو كلام عام جدا ذكر عن الولايات المتحدة، والولايات المتحدة طريقة تصميم نظام التأمين عندهم يختلف تماما عن نظام التأمين الصحي في إمارة دبي. الحقيقة يمكن طبعا في الولايات المتحدة التأمين يدفع الأشخاص أقساط التأمين الصحي اللي تتزايد عليهم بشكل سنوي، ويمكن كان واحد من أسباب أن أوباما كير تم إلغائه أن زيادة أقساط التأمين الصحي لدرجة كبيرة في الولايات المتحدة. احنا بناخذ هذا على مستويين، على المستوى الأول بالنسبة للمواطنين ستكفل الحكومة بتوفير التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين، وبالتالي ما في أقساط تأمين صحي يدفعها المواطن اصلا، وبالتالي المبدأ وطريقة التعامل مختلفة تماما. حتى بالنسبة للتأمين الصحي للمقيمين، احنا هاي السنة الرابعة لتطبيق التأمين الصحي في إمارة دبي، وشفنا الحمد لله الباقة الأساسية نزل سعرها، والأربع سنوات متتالية محافظة على السعر وما فيها زيادات. يعني يمكن الحوار اللي ذكر كان يختص أكثر بالولايات المتحدة، ويمكن يختص بالدول تم فيها وضع أقساط على المواطنين للتأمين الصحي ما يتعلق بمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي. أنا بقرأ المسج هذا مثل ما هو مكتوب. التأمين قصوا علينا، قالوا بس التغطية في دبي، ونحن كنا في عمان ناقشوا موضوع التغطية. حاضرين. بس الأخ سأل ثلاث أسئلة. السؤال الثاني كان بالنسبة لعملية استخدام التأمين الصحي. إحنا دائما مثل ما ذكرنا باقة العمالة، باقة الباقة الأساسية هي ما تسمى بجي بي جيت كيبر، يعني يجب الذهاب إلى طبيب العائلة أولا. فنطلب من الأشخاص دائما أنهم يتأكدون من العيادات اللي موجودة عندهم وهم غطائين من خلال العيادات هاي، ومن ثم إذا كان في حاجة للتحويل إلى الأخصائي عن طريق طبيب العائلة يتم التحويل للأخصائي أو التحويل إلى المستشفى، وأما في حالة الطوارئ يمكن الذهاب إلى المستشفى مباشرة. أكثر الشكاويتنا أن الناس تروح للمستشفى مباشرة يقولهم أنتم مش مغطائين، لأنه يجب أن يذهب إلى طبيب العائلة أولا. هاي الآلية الوحيدة اللي هي تضمن خدمة جيدة للمستفيد، وفي نفس الوقت أن نحافظ على سعر الباقة هاي بسعر مناسب في متناول الجميع. فهذا كان اللي هو أفضل الحلول التقنية لعملية إدارة باقة فئة العمالة. أما بالنسبة لعملية التغطية مثل ما ذكرنا في المرحلة السابقة كان إلزامي على شركات التأمين أن يكون عندها تغطية كافية في إمارة دبي، واختياري بالنسبة لها أن يكون عندها تغطية في الإمارات الأخرى. تم تطوير اللوائح الترخيصية للسنة هاي بحيث أن أصبح إلزامي على جميع الشركات أن يكون عندها تغطية كافية في جميع الإمارات، وبالتالي وابتداء من الدورة الترخيصية هاي اللي بدت البارحة أوريدي جميع الشركات أصبح إلزاما عليها، وقدمت للهيئة باقة متكاملة من شبكة مقدمي الخدمات خارج إمارة دبي كذلك. طيب دكتورة ناخذ المكالمة هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا أخوي تفضل. السلام أخ محمود كيف الحال؟ الله يسلمك. معك بعد دكتورة ندى. تكلم الدكتور. تفضل تفضل عزيزي معك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أنا سؤالي لأخوي، والله أخوي ساكن بالعين عنده خمسة أطفال إقامته على دبي. نعم. ساوى تأمين على شركة أوريونت للتأمين. صحيح. وكل ما يروح على مركز صحي أي شيء مشفى يقولك ما يشمل ما يشمل. نعم. فريد بس هذا الموضوع يعني. نعم. ساوى تأمين ما استفاد منه. نعم.
شركة أورينت وجميع الشركات المرخصة بالنسبة للباقة الأساسية أوريدي أعلنت لستة جديدة من العيادات خارج إمارة دبي تغطي جميع أنحاء الدولة بما فيها العين، أبوظبي، الإمارات الشمالية، حتى أخوي محمود مثلا بالنسبة لحتى باعتبار أنه ما في أي عيادات خاصة في حتى أصبح إلزاما عليهم تغطية مستشفى حتى للعلاج الطارئ والعلاج غير الطارئ كذلك. ممتاز يعني. ممتاز جدا. طيب من الراجع أخوي؟ تراجع شركة أورينت بس تطلب منهم اللستة المحدثة لأسماء العيادات ويقدر يستفيد من الخدمة في وحدة من العيادات اللي تم إدراجها. أشكركم جزيلا. شكرا. التغطية مفترض أن تكون في كل الإمارات، الدكتور جاوب عليها. للأسف من خلال تجربة شخصية، أنت تروح معاك تأمين توقف في الطابور وممكن تأخذ وقت زيادة عن 3 ساعات في انتظار الموافقة، ويسوء حظك إذا النظام ما يشتغل، في حين الله يشفي كل مريض أنك ممكن تزور المستشفى مرة ومرتين. نعم دكتور. نعم. قضية الموافقات اليوم، أول شيء الموافقات لا تشمل العلاج الطارئ، لا تشمل زيارة الطبيب. الموافقات تأتي في حالة أنواع معينة من الفحوصات، مثلا إذا فحوصات وعمليات معينة. نعم، فحوصات وعمليات معينة غير طارئة. صحيح. يعني اللي هو ما يسمى بالعلاج الإلكتيف أو الغير طارئ. يعني عادة العلاج غير الطارئ الطبيب يوصف لك إياه تأخذه مثلا بعد أسبوع، بعد فترة من الزمن. أي علاج يعتبر طارئ أو عاجل لا يحتاج إلى موافقة، الطبيب يقدر يعالج وبعدين يبلغ شركة التأمين خلال 24 ساعة. العلاج غير الطارئ طبيعي. إحنا اليوم أهم شيء وليش أنظمة التأمين تخرج خارج السيطرة، لأنه يجب علينا المحافظة على الموارد المالية واستخدامها بالشكل الأمثل. من جد تشوف القانون يجرم والله أنك تعطي بطاقتك حق حد ثاني. صحيح. يجرم على العيادة سوء الاستغلال. العيادات هاي محاسبة على سوء الاستغلال، شركات التأمين محاسبة إذا قللت من المنافع اللي تعطى للشخص. لازم أي منظومة ضمان صحي تراقب بشكل صحيح وتحفظ حقوق جميع المستفيدين من المنظومة، سواء كان العميل، شركة التأمين، مقدمي الخدمات الصحية. إذا ما أوجدنا التوازن هذا بالآليات والضوابط الصحيحة تخرج خارج السيطرة وتبدأ ترتفع أسعار التأمين الصحي ويصبح النظام الصحي مكلف للجميع، مثل ما المثال اللي ذكر عن الولايات المتحدة سابقا. طيب يعني مسج يقول صباح الخير والسعادة والإيجابية. نزار اتصل؟ يترين يترين زين. حاولنا نتصل فيه ما شلعت. دكتور حيدر شو كانت الفاصل بعدين سيري مو بس شو رايك بس نذكر بأرقام التواصل دكتوره على 6005514414 والرسالة النصية على 4006. موجودين لايف على اكاونت نور دبي واكاونت هيئة الصحة في دبي في الانستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا نكمل حلقتنا الشيقة اليوم عن التأمين الصحي مع الدكتور حيدر يوسف مدير إدارة التنظيم الصحي التمويل الصحي. عندك سؤال بتقولينه ولا تبغين أسأل أسئلة المتابعين؟ لا بسأل. أوكي تفضل. دكتور حيدر، في أحيانا متعاملين يجون العيادة يقولك أنا رحت المستشفى مثلا ولدي أو بنتي إيدها مكسورة والمستشفى قالت ترى مفقدة التأمين وتريت ساعة ونص أو ساعتين، مع أن حالة الكسور مثل ما قلنا حالة طارئة. فالناس تقول من يحدد الحالة الطارئة؟ المستشفى تحدد ولا حالة المرضى تحدد ولا منو اللي يحدد بالضبط؟ طبعا تعرف الحالة الطارئة بالنسبة للتأمين الصحي في إذا كان تأخير العلاج يؤدي إلى loss of limb, loss of life, loss of function، يعني فقدان الحياة، فقدان وظيفة من الوظائف، فقدان عضو من أعضاء الجسم. صحيح. فإذا تأخير العلاج لمدة تزيد عن نص ساعة أو ساعة يؤدي إلى فقدان أي نوع من الوظائف الأساسية، إذن يعتبر العلاج علاج طارئ أو علاج عاجل، وفي الحالتين يجب علاج المريض ومن ثم عند شركة أو المستشفى أو العيادة 24 ساعة تبلغ فيها شركة التأمين. طبعا احنا نعرف ثقافة التأمين الصحي لا تزال جديدة عندنا وفي مجتمعاتنا، الحمد لله نشوف السنوات القليلة الماضية تطور كبير جدا في مدى وعي الناس بآليات التأمين والطرق المثلى للاستفادة من التأمين، لكن طبعا لا يزال هناك دور كبير في زيادة الوعي من ناحية الموضوع. جميل. دكتور انا باخذ اجابات الأسئلة القادمة باختصار لان في عندنا مجموعة كبيرة من هذا. يقول انا اذا انا عندي تأمين شخصي وداوم ويسوون لي تأمين ثاني اتغرم؟ لا ما يمنع، ما في مشكلة. هذا اختيار شخصي، يقدر يشتري باقة إضافية، باقة توب أب، هاي أمور ما في أي مشكلة. 17 مليار درهم تعويضات التأمين الصحي العام الماضي. الإمارات اليوم أهم الأخبار.
صباح الخير وصباحكم سعادة أخوي. صباحكم الله بالخير أخوي. ليش ما يتم تحديد التأمين الصحي على أساس الراتب وتتم التغطية من الجهات الحكومية؟ بمعنى الصح المراجعات والكشوفات تتم عن طريق عيادات حكومية ومستشفيات الحكومة. العيادات الحكومية كلها مشمولة بالتأمين الصحي، وبداية الأسبوع هذا الحمد لله تم تغطية مستشفى دبي كذلك بالتأمين الصحي، ليصبح آخر جميع مستشفيات هيئة الصحة بدبي مغطاة بالتأمين الصحي. مستشفى حتى الشهر الماضي كذلك انطلق مستشفى دبي نهاية الأسبوع اللي طاف، وعندنا مستشفى راشد مستشفى لطيفة أوريدي كانوا من العام الماضي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رزقت بمولود بمستشفى دبي وأعطي الموعد للعيادات الخارجية بعد 15 يوم، ولما ذهبت حسب الموعد قالوا أن تأمين الأم لا يغطي الطفل، مع أن العلم أن استخراج الأوراق الثبوتية وتثبيت الإقامة يأخذ فترة. تأمين الأم يغطي الطفل لمدة 30 يوم بعد الولادة لجميع احتياجاته الصحية، يتواصل معنا ونصحح لهم الموضوع إن شاء الله. طيب هلا بالخميس الونيس، ودائما استفاد منكم، الكاميرا مو في مكانها الصحيح، انا لعسبتي انا حركتها، اعطيها مجال تسال الاول دكتوره صاحبه المكان والبرنامج. ها دكتوره لا 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 البرنامج برنامج محمود وانا مجرد ضيفه. لا 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 بالعكس والله انتم اللي هذا ونحن ضيوف عليكم. مقترح اضافه بعض الامراض المستعصيه ادراج العلاج في الخارج مثل السرطان والتشوهات الجينيه بالتنسيق مع جهات حكوميه. نعم العلاج في الخارج هو موضوع اخر، يمكن اليه التعامل معه مختلفه، لكن بتكون في اخبار طيبه عن ادراج مجموعه كبيره من الامراض المستعصيه في التامين الصحي بشكل كامل، لان بعضها مغطى بشكل جزئي حاليا، وراح الخبر هذا يعلن ان شاء الله قريبا من قبل الهيئه. مقترح اضافه بعض العمليات التجميليه للسعاده وبطاقه السعاده. والله احنا نركز على العلاج نحقق على والله التجميل نركز. زين دكتور لتحقيق السعاده دكتور حيدر على الاقل اسنان دكتور صدقهم يعني احنا دائما نركز على الوفاء بالاحتياجات الضروريه للاشخاص من ناحيه العلاج اولا، ان شاء الله تعالى مستقبلا يدرس الموضوع ان شاء الله يا رب. اللهم ان نسالك صباحا يتجلى فيه لطفلك لطفك يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح به برحمتك. صباح الخير، تحية خاصة للدكتورة مريم بن فهد. مريم بن فهد تحية لها. تحية لها، أنا ما أعرف الدكتورة مريم. مريم بن فهد مريم عرفتها إيه والله. صبحت الله بالخير أختي مريم. عموما في بعض الأسئلة دكتور، أنا يا طويلين العمر صار لي 5 سنين وأنا بين الحوش والبوش والحيوانات وخشمي صك، وآخر شيء حتى لا حديقة الحيوانات لا أماكن الهجن لا اسطبلات ولا شيء يقبل فينا، خبرتنا وين نروح؟ خبرنا وين نروح؟ شو نقول الحين؟ هذا متعلق بالموضوع مال الهواء النقي اعتقد. مر طبيب العائله نكتب لك ادويه، احتمال انت متحسس من تكرم البوش والهوش هذيلا. زين معناته الباقه الاساسيه لازم تروح العياده اول صح، وبعدين العياده تحول على صحيح. اي مستشفى صح؟ صحيح ممتاز. زين السلام عليكم، بغيت استفسر هل تامين سعاده يغطي حاله الولاده لزوجات المواطنين، وهل نعم قسم البستان يقبل قسم البستان بفلوس؟ لا في اي بي البستان لا مختلف. كل حد يدفع حتى المواطنين يدفعون. اي زين يغطي يعني زوجات المواطنين دكتور؟ يغطيهم نعم في المستشفيات العيادات الخاصه، بس للغرفه العاديه مش غرف الفي اي بي او السويت. جميل. طيب دكتور نذكر بارقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي. إنزين دكتور حيدر، إحنا كل مرة تيجي عندنا نسألك كم وصلت نسبة المغطيين بما أن المهلة خلاص قربت على الانتهاء وما بقى عليها شيء؟ نعم يعني احنا عدينا مثل ما ذكرنا 98% داخلين قريب 99% ان شاء الله تعالى، ويمكن ننبه مثل ما نوهنا في المرة اللي طافت لا تتريون آخر لحظة. طبعا قرار الغرامات كذلك صادر من سمو الشيخ حمدان، وبالتالي يعني ما راح يكون في تمديد للغرامات، ويجب ان يكون التأمين مفعل. عادة فترة التفعيل تاخذ لها 3 إلى 5 أيام، فخلاص كل شيء من خلال النظام الإلكتروني، يعني مجرد ما عدم وجود التأمين النظام الإلكتروني راح يبدأ يحسب الغرامة. فنطلب من الأفراد جميعا أنهم ما يتريون آخر لحظة نفس المرة اللي طافت، ويبادرون في الحصول على التأمين الصحي لأسرهم أو لمخدوميهم أو لموظفيهم، لأن هذا في حماية للجميع وحماية لهم هم أولا. طيب
طيب دكتور اللي كان يتحدث عن قسم البستان وكذا يقول لاني دفعت 1000 درهم انا لزوجتي في مستشفى لطيفه قالوا لي ما للغرفه، هل الغرفه العاديه؟ لا، ال 1000 درهم هي الغرفه الفي اي بي بس مش بستان، في غرفه في لطيفه ب 1000 درهم او 1500 هي تعتبر في قسم حتى خاص. نعم. بس هي مش غرفه العاديه. طيب دكتور الحين حدثنا شركه التامين ان لازم نشوف بالاول دكتور عام وياخذون رسوم منا على الفاضي وعقبها يتم تحويل الدكتور متخصص علما بان اخذ موعد مسبق مع الدكتور متخصص والرسوم تنحسب علينا مرتين. لا ما كانت في اي بي ترى، ما هي تقول دكتورة في غرف عليها رسوم اللي انت يمكن واحدة منها. عموما بخلي حد من مستشفى لطيف يكلمك دكتور. الموضوع اللي يطرحونه يعني هنالك لبس عند معظم الجمهور انه مسألة انت ليش تحولني على طبيب عام، ليش ما تدخلنا على طول على المتخصص؟ نعم. من اليوم يقول ان هاي الحالة يجب ان يشوفها المتخصص، هل المريض هو قادر ان يعرف ان هالحالة هاي يشوفها المتخصص ولا لا، او هل المريض يعرف شو التخصص اللي هو محتاج انه يشوفه؟ الحقيقة احنا دائما نقلل من اهمية ودور طبيب العائلة، لكن طبيب العائلة هو الافضل والاقدر على ادارة اكثر من 85% من الحالات الصحية، وكذلك في حالة الحاجة الى التحويل، التحويل الى التخصص الصحيح. صحيح. يعني اليوم يوم شخص عنده ألم في الركبة، هل يعرف هو اذا يروح عند جراح الركبة ولا يروح عند طبيب المفاصل ولا يروح عند روماتيزم؟ فيجب الدخول التحويل عن طريق طبيب العائلة. هدي اعصابك لأن الدكتور قاعد يرد، يعني ما في داعي انت تعصبين، صح انك طبيب اسره وكذا بس هدي اعصابك، لان فعلا يقللون من قدر طبيب العائله. بس لا، هالموضوع واضح بالنسبه للاخصائيين في المجال الطبي، لكن بالنسبه يمكن ممارسه عالميه. إيه هذا الشيء متعارف عليه عالميا وهو افضل الممارسات العالميه الحقيقه. طيب دكتور انا عندي فايل من 4 سنوات عندي نفس المشكله وعند نفس الدكتور جالس اراجع. عموما يعني الدكتور جاوب على سؤالك او سؤالك. صباح معانا عبر الهاتف، تفضلي يا صباح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. الله يسعدكم يا رب. تفضلي. دكتور لو سمحت بس انا تعبت، جاني ضربات قلب سريعه فانا رحت العياده. وبعدين الدكتور بتاع العياده عمل لي رسم قلب فقال لي لا لازم تروحي مستشفى. حلو. فحولني على المستشفى، رحت المستشفى اللي هي تومبي. فدكتور قلب هناك فحصني فقال لي انا مش باين معايا لكن لازم اعمل لك اشعه. يعني اشعه مش اشعه على القلب لا سونار على القلب وبتاع دوت. وبالمجهود. التامين رفض وقال لي بعد 6 شهور. اوكي. المستشفى ردت عليا قالوا لي اتصلوا بي من يومين او 3 ايام. انا حتى عملت شكوى في اتصل بشركه التامين يقفلوا في وشي السماعه يقول لي احنا ما عارفين نتفاهم معاكي، احنا نتكلم انجليزي. اوكي. يعني ما في زين. قبل حصولك على التامين الصحي هل كان عندك اي اعراض في القلب؟ لا 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 الحمد لله، لا في ضغط لا سكر لا اي شيء. نعم. طيب ناخذ بياناتك تحت الهواء ان شاء الله تعالى، واحنا راح نتواصل مع شركه التامين ونحل الموضوع، ما يهمك ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. تسلم يا رب. الله يسعدكم ان شاء الله. الله يسلمك. ودائما بالنسبه للشكاوي يرجى التواصل مع الهيئه من خلال الموقع الالكتروني لخدمه المتعاملين بالضمان الصحي اللي هو iPromise. بس مجرد تحطه على جوجل تطلع على طول على الصفحه الشكاوي، نتعامل معاها مباشره عند ورودها، وفي اقل من 4 ايام عمل يتم حل جميع الشكاوي ان شاء الله تعالى. يعني انا اتمنى هذا الموقع بعد نحن نسوي له دكتور، يعني كل يوم نقوله في البرنامج ونبغي الجمهور يتفاعلون عبر هذا الموقع للأهمية. وأيضا دكتور يعني مع احترامي الشديد الآن لشركات التأمين، نحن دائما نحن نتكلم أن القانون واضح والقانون كذا، لكن يعني نشوف كمية ملاحظات الناس حول شركات التأمين، عملية أن ما مفعلين البطاقة، ما مسوين كذا، ما مسوين ما أدري إيش. نحن شو نقول دكتور؟ يعني هي ممارسة جديدة. نعم. احنا الحقيقة على بشكل مستمر عندنا لقاءات مع شركات التأمين، البارحة كذلك كان عندنا لقاءات مع شركات التأمين وجميع المدراء التنفيذيين للشركات كانوا موجودين، ودائما ننبه عليهم ترى ان دور التأمين الصحي هو توفير الخدمات لأفراد المجتمع، ودوركم انكم فعلا توفرون الخدمة الافضل لأفراد المجتمع، واللي ما يبى ترى بينشال
ببساطة شديدة يعني كانت هاي المسج واضحة بالنسبة لهم، لكن الحقيقة فيه تطور كبير. مع ذلك أخوي محمود لو نشوف الشكاوي اليوم عندنا احنا أكثر من 4 مليون مؤمن عليه في إمارة دبي، يعني تقريبا الشكاوي اللي تردنا تصل إلى حوالي 3000 شكوى سنويا على شركات التأمين، اللي هي لا تزال نسبة 0.001 من جميع المؤمن عليهم في الإمارة. فالنسبة مش عالية، لكن احنا دائما نطمح إن شاء الله تعالى إلى الأفضل، وإلى أن مستوى الخدمة في إمارة دبي لا تشوبه أي شائبة، وأن الجميع يحصل على كل الخدمات اللي يستحقها وأفضل منها كذلك إن شاء الله. جميل تعالى. الوقت بيجري صحيح. عندي سؤال عن مستشفى لطيفة، ليش ما يستقبلون سكان من ديرة؟ يستقبلون مساكين من الشارجة ومن الفجيرة يستقبلون. صحيح. وش موضوع البرنامج التأمين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي تأمين ناس. طيب مبروك. طيب بالنسبة للشركات اللي لسه ما سوى تأمين حق العاملين بها، دكتور آخر الشهر بيبدأ تحسب عليهم الغرامة إن شاء الله. تنسيق تأمين صحي لكل زوار دبي بالتنسيق بالهجرة والجوازات. نعم. كنوع من السياحة العلاجية وتقديم خدمات صحية سياحية ويكون إلزامي. نعم. وهذا مطبق. المشروع قيد التنفيذ إن شاء الله تعالى يبدأ يعمل به من نهاية العام هذا إن شاء الله. بس هو الدكتور يعني الخطة مالتو أنتم ماشيين فيها ذكر من سنتين بالضبط. أول اجتماع نحن أخذنا سؤال صحيح. ليش بطاقة التأمين العناية ما تغطي الحالات الطارئة بشكل عام، مثل حالة ارتفاع في الضغط الدم؟ لا لا مغطي أي حالة طارئة مغطى. ها خارج الدولة نعم خارج الدولة عناية يغطي في جميع الدول ما عدا أمريكا وكندا. يعني حظك ما هذا حظك مستوى الضغط. هل سيكون هناك بطاقات تأمين للعاملين أم سيكون عن طريق الهوية، وكيف أعرف إذا الشركة سوت لي تأمين أو لسه؟ طبعا هو الالتزام على شركة التأمين تفعيل بطاقة الهوية. إذا حاب الشخص بطاقة من الشركة ممكن يطلب منهم أن يطبعون البطاقة ومن حقه أن يحصل على البطاقة، لكن يتم التفعيل على بطاقة الهوية في خلال 3 إلى 5 أيام عمل. يعني أمسات بعد دكتور يعني حتى هيئة أبو ظبي أعتقد كان عندهم اجتماع أعلنوا كذلك التحول إلى بطاقة الهوية. نحن متى كنا معلنين قبل سنة؟ إحنا من بداية 2016. من بداية 2016. نعم. نعم. يلا زين إن شاء الله باجي الإمارات كلها. أوجه تحياتي لجميع شيوخ بس الإمارات. حصلنا بس صعوبة واحدة في موضوع بطاقة الهوية. في بعض الناس يون ببطاقة الهوية ومش عارف مع أي شركة تأمين هم أمن. صحيح. فدائما نطلب من الأفراد إنه يحافظ على المعلومات هاي، شو العيادات، شو شركة التأمين. خلي يحفظ العقد عنده. إحنا نقول العقد اللي فيه شو اسمه العيادات وهذه وايد مهمة. وموجود على الموقع الإلكتروني الشركة، مجرد ما يدخل على الموقع موجود. بالضبط. عموما وجه تحياتي لجميع شيوخ الإمارات، الله يحفظ دولة الإمارات حكومة وشعبا. اقتراح ليش ما في مسابقات في البرنامج؟ والله فيه كنا نسوي، لكن انت ما تعرف الصدع اللي تيني من وراء المسابقات. يعني بنسوي ان شاء الله، ان شاء الله بنسوي. لا هذا مو معناته ما راح نسوي، بنسوي مسابقات ان شاء الله قريبة، لكن وايد ازعاج في الموضوع. يعني متابعة بشكل كبير، لو يشلون عني نور دبي هذا الجانب اكون لهم شاكر والله. عندنا مكالمة محمود. صبري بس قبل المكالمة خلنا ناخذ تأمين يشمل تقويم الاسنان وزراعة الاسنان دكتور. العلاج التجميلي غير مشمول في التأمين الصحي الاساسي او التأمين الحكومي، لكن في باقات ممكن يشتريها الشخص تغطي للشيء هذا. طيب ان شاء الله ناخذ المكالمه. تفضل الدكتور. هلا يا مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخوي. اذا سمحت في عندي ملاحظه، احنا يا شركه امننا عند احد الشركات في دبي ودخلنا بالاخير المستشفى مش بس عيادات. نعم. بالتامين. فلما ذهبنا للمستشفى قبل 3 ايام فشيكوا على الكمبيوتر بيقول انتم التامين المستشفى مش علاج، فقط إذا عملية دخول. طيب أنتوا ما بتوضحوا لنا يا شركات التأمين شو التفاصيل التأمين تبعكم؟ لما بنقولكم إحنا بندخل مستشفى ممكن نحتاج المستشفى عندنا موظفين، مفروض تحكوا لنا التفاصيل. كل شيء مجهول، وإحنا ما شغلة جديدة وما بنفهم بالتفاصيل هاي والمداخل هاي اللي فيها مرات مطبات للطرف، يعني الناس اللي ما بيعرفوا فيها. فرفض يعالج إلا إنه بس دخول فقط. نعم. أوكي واضح. نعم. السؤال واضح. شكرا لك دكتور، منجاوب باختصار. نعم. وعشان نلحق على الإجابات. نعم. السريعة مهم جدا الشخص لما يأخذ التأمين يعرف الحقوق والواجبات، وهذا شيء احنا نذكره بشكل دائم. عملية إدراج مستشفى من خلال الباقة الأساسية، الباقة الأساسية يجب الذهاب
اولا الى طبيب العائله ومن ثم التحويل الى المستشفى. فممكن انت تطلب منه انه يدرج مستشفى معين ضمن الباقه الاساسيه للتحويل، او ممكن انت تطلب منه انه يدرج المستشفى كخط دفاع اول، يعني تروح للمستشفى للعلاج من غير الوصول الى عن طريق طبيب العائله. هاي اختيارات انت تطرحها وتعطيك الشركه الاسعار المختلفه للباقات في ظل الاختيارات. اتوقع ان تزيد شركات رسومها العام المقبل، كيف سيكون رده فعل الهيئه؟ المشكله ليست في وعي الناس بل في ان كل الشركات ليست بنفس الجوده، ارجو ان تاخذوا شكاوى الناس بجديه وشكرا. بالتاكيد. وتراجع اسعار الباقات سنويا من قبل الهيئه، تطرح الاسعار تطرح على الهيئه والهيئه تعتمدها قبل ان الشركات تقدر تستعمل الارقام هاي. الساده الكرام، ولدي سقط في المدرسه وصار عنده كسر، رحت العياده اول حولوني على المستشفى، رحت المستشفى لابو الهيل قالوا مو مغطى، قلت لهم شوفوا الولد يتالم، وقامت ودتني عند باقي الستاف وقعدنا ساعه واكثر لما وافقوا يشوف الطبيب، قال لازم اشعه ولازم موافقه، وبعد ساعه جت الموافقه واخرتها من الساعه 9 الى الساعه 12 طلعنا بدون فائده، حيث راجعنا الصبح لعمل الجبس للكسر في اليد، رفضوا رفض تام حقين التامين. نعم، يبلغنا بس بالعياده وشركه التامين، لان العياده دام منها حاله طارئه او المستشفى عفوا يجب عليه ان يعالج الشخص وبعدين يطلب من التامين. للاسف بعض المستشفيات احيانا تكون يمكن شويه حذره زياده عن اللزوم لاساس انه ما يكون في تلاعب. حمد سجري هذه الارقام كلها اللي في المسجات سجريين الله يخليك، ودائما نطلب من الاخوان التواصل مع الهيئه في حاله وجود اي شكاوي من خلال الموقع الالكتروني. لابد من ربط شركه التامين وجوازات الدوله مثل تاشيرات زياره. نعم صحيح، ورد تم الربط يعني. بالضبط. طيب شو السبب انه ما تغطيها موضوع امريكا دكتور وكندا؟ يعني هي المنافع تراجع بشكل دوري، ما يانا طلب بالنسبه لامريكا وكندا، اغلب الاحتياج بالنسبه لاوروبا وشرق اسيا، لكن اذا في طلب معين بنراجع ان شاء الله تعالى ونحاول نسوي له سبيشال كيس يعني. يعطيكم العافيه. بالنسبه للتامين الحكومي حق الوافدين، ليش ما يكون معتمد من قبل الهجره والجوازات عشان تجديد الارقام عليهم؟ هو معتمد بالتأكيد، ما في أي مشكلة بالنسبة لكل برامج التأمين الحكومي مفعل عنه على النظام، ومعروف على النظام أنهم أوردي عندهم تأمين مثلا عناية أو غيره، وأوردي السيستم المعلومة هاي واضحة عنده، فما يحترج عليهم أي نوع من الغرامات. طيب نزار، حاولنا نتصل فيك ما رديت علينا، فما خلي الدكتور يكلمك تحت الهواء إن شاء الله. من عدد رقمك حاضرين. يا ريت كل الناس مثل الشيخ زايد قلبه عود ويحب الإمارات وايد، أنت الأصل كله والأصل لك عايد. اي والله صادق. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على النبي. كيف اعرف العيادات والمستشفيات اللي في بطاقه التامين دكتور؟ من خلال الموقع الالكتروني للشركه او التواصل مع الشركه بشكل مباشر، بيعطونك لست بالعيادات المغطاه في اماره دبي وجميع الامارات الاخرى. للاسف شركات التامين تتعنت وتماطل في الموافقات، لماذا لا يوضع اليه معينه اليه معينه لمراقبة الموافقات ولا تتعدى أسبوع أيضا؟ الأسنان لابد من وجودها داخل التأمين في الحالات غير التجميلية. طبعا بالنسبة للموافقات تم إطلاق نظام الموافقات الإلكتروني، فنشوف متى يطلب المستشفى الموافقة ومتى ترد عليه شركة التأمين بالموافقة. كذلك بالنسبة لكثير من التطبيقات الذكية، اليوم التطبيق الذكي لبرنامج سعادة، لو تنزلون التطبيق الذكي بمجرد طلب الموافقة من المستشفى تجيك النوتيفيكيشن، ومجرد الموافقة من شركة التأمين كذلك تتوضح المعلومة. هذا لسعادة، هذا بالنسبة لسعادة. لكن ما سويت لهم شيء؟ في عندنا النظام اللي هو الإي أوثرايزيشن اللي هو نظام الموافقات الذكي، وبدأ تطبيقه من بداية السنة هاي، والحين بدأت الشركات كلها تستفيد. والله دكتور أنا أشوف حتى لو تربطونه مع تطبيق حياتي بشكل أو بآخر بيكون تسهيل للناس يعني. من خلال مشروع نابض اللي أطلقته الهيئة إن شاء الله تعالى بيكون فعال في 2018، جميع الأنظمة الإلكترونية راح تشتغل مع بعض من خلال الملف الإلكتروني الموحد للمريض إن شاء الله تعالى. دكتور وصلنا ختام حلقتنا اليوم. سرعة مرت الحلقة اليوم. يعني ما لحقنا نسولف وايد بعد. عموما كل الشكر لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة شو قولي؟ التمويل الصحي. صح، التمويل الصحي. جزاك الله خير دكتور، أتمنى لكم التوفيق. أسبوع الأيام متى بتكون معنا؟ نحن ناخذ موعد على كل أسبوع. حاضرين نخدمكم إن شاء الله. أسبوع الأيام نبغي بعد دكتور أرقام وإحصائيات جديدة يعني إذا توفرت عندكم إن شاء الله وطلعها. نذكر بس بالشركات الثلاث اللي دخلوا معنا في السيستم. طبعا الشركات التسع اللي موجودة من قبل هم أليكو، أكسا، تكافل الإمارات، دار التكافل، NGI، أورينت، عمان للتأمين وضمان، ورأس الخيمة. والشركات الثلاث الجديدة اللي تمت إضافتها هي أبوظبي الوطني للتأمين أدنك، يونيون، ونور تكافل. شكرا لك دكتور حيدر، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد. نتمنى لكم نهاية إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك حمدة، شكرا لك عيسى،
دكتورة ندى شاكرين لك ودائما ما تسعدينا في برنامجنا والله. شكرا محمود. وخميس ونيس إن شاء الله. خميس ونيس الجميع إن شاء الله. وحتى نلقاكم يعني يوم الأحد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.